قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. تظهر فائدة وهي أن قول لا إله إلا هو مع قوله عليه توكلت تدل دلالة واضحة على أن العبادة لا يستطيع ابن آدم أن يقوم بها إلا إذا استعان بالله عز وجل، إذن فهي محض فضل وكرم ومنه من الله عز وجل. فلا يأتي أحد ويقول في نفسه أنا أعبد الله عز وجل، هذا ليس من حولك ولا من قوتك، ولذا لابد أن تستعين بالله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولذا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أمر بالعبادة، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.